السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين شخباركم؟ لبس عليكم إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم الغزالات جينا نهضروا على أخت نوارة، نوارة ومهند يوتيوبرز. بغيت نوصل لأخت نوارة، إحنا قلبنا معاكي ويا رب يا رب لا يحرمك ولا يحرم حتى شي وحدة من كلمة ماما، وإن شاء الله من سر ربنا يفرحك. بس خليك يعني كتصلي وكتدعي الله إن بعد العسر يسر. كنتي مريضة، كنتي في المستشفى في أبو ظبي، وإن شاء الله يا ربي يا ربي يشافيك ويعافيك، وإن شاء الله ربنا يرزقك بالدرية الصالحة. اللي قلت خوتي خواتاتي، الله لا يحرم حد من كلمة ماما. الأخت نوارة والأخوات ككل اللي ربي مازال سبحانه وتعالى مازال مرزقهمش، يكثروا الدعاء إن شاء الله، يكثروا من الدعاء والصلاة على النبي إن بعد العسر يسر. اللي قلت والواحد ما يتقلقش، رحمة ربي إن شاء الله كاينة. وبغيت نوصل واحد الرسالة لبعض الأخوات اللي هما تيولدوا وترمي وليداتهم، ولا كتزوج مثلا وكتسمح في ولادها، حتى لو الراجل مثلا دار لها شي حاجة كتخلي داك الوليد يدفع الثمن. فيعني نصيحة الأخوات اللي هما يتزوجوا، مش أول ما تتزوج تروح تولد، جربوا بعضكم. هاد الكلمة هذه كنوجهها للعرسان جداد، خذوا لكم أبسط شي واحد 6 شهور، هكا يقولوها 6 شهور ديال الترسيم، بعدا شوفي واش انت غتقدي تعيشي مع هاد السيد وغتصبري معاه وهو كذلك ومثال، بعدين جيبوا وليدات. تنقول كاين اللي تدفع الغالي والرخيص بحال اللي كنقولوا باش يسمع كلمة ماما. نتمنى منك يا اختي منين تزوجي ما تولديش اول مره، ستشوفي واش هاد العريس يعني قد يعني تمشي معاه في الصعبة وفي السهلة، ولا ما غتقديش، وهو كذلك ومثال قادر يصبر عليك إذا كنتي مغيارة ولا كنتي مثلا المهم واش انتي جيتي على باله وهو جاء على بالك ولا لا، ولا غتسليوها في أول عقبة غادي تلقاوها قدامكم، غادي كل واحد يتبع طريق. من الأحسن أي وحدة تاخذ واحد، اي وحده واي واحد ياخذ واحد الفرصه، بعدين جيبوا الوليدات. الله يحرم شي وحيده من الام من كلمه ماما. نتمنى من الخوت ما يولدوش وليداتهم ويرميوهم، ولا مثلا الراجل كيتزوج وكيهرب وتتبقى ديك المراه مسكينه معذبه مع داك الوليد ولا ديك البنيته. اول مره كتزوج وكتسمح له في ديك الترابي، وكي هو ما كيلقى ما يدير، يا كيعطي لختو يا لمو، يا كيتزوج شي وحده. طبعا ما كاينش اللي غيحن على ضناك قدك انت، ما كاينش غيعرف شنو هو لا اله الا الله، شنو دار داك الوليد الا انت. ما كاينش، مهما تكون جداتو او خالتو او عمتو، راه انت اللي غتعرفي ايش هو. مش بحال اللي قلت خيتي، ما كاينش اللي غيعرف شنو كيخص داك الوليد، وقت ما كلتو يعني جيعان بردان الا انت، لحقاش انت هذيك هي كبدتك، فهمتي اختي في الله، هذيك راه الكبده ديالك. فنتمنى من الله ثم منك مات اللهم صل على سيدنا محمد، مات تسمحيش في داك التربية حتى لو ما كتبش الله يعني، والله مصلى سيدنا محمد يعني ما تفقتش انت وداك الزوج ديالك. صبري الا قديتي ما تصبري، صبري الا قديتي ما تصبري، لحقاش دا
داك الوليد اول كي قال هذاك غادي يشد غادي يعرف الاول عرفيه كيفاش هذا صبري صبري وخجي على نفسك عشان خاطر ولدك او بنتك صبري على خاطر يعني على خاطر اللهم صل صبري عشان خاطرهم بحال اللي قلت صبري علشان خاطرهم. والراجل هكذا كذلك ومثال هذه الرساله كان نوجهها لاخ في الله انت شويه وهي شويه لحقاش ما دوك الدراري ما مش ذنبهم انتم ما ولدتهم فلازم تقدروا عليهم لازم تقدروا تربيهم لازم تقدروا يعني تلبيو لهم ابسط شيء في حياه ديك الوليدات بعدا غير تيكبروا يعرف هذه اللي ليه واللي عليه. ديك الساعات كل واحد الا ما قديتو الشاي تكونوا مع بعضكم كل واحد ايه يمشي في طريق الله يسهل عليه. المهم داك الوليد ولا ديك البنيته ما يترمش وهو مازال كي كنقولوا مازال كنقولوا حنا لحمه خضراء تنقولوا بالمثل المغربي مازال الحيمه يعني داك الوليد ولا ديك البنيته يعرف ايش اللي عليه وايش اللي عليه يعرف هذه خطر هذه لا هذه كلمه مزيانه هذه كلمه خايبه. المهم هذه واجب عليك هذه اختي في الله واجب عليك انك ايه تحتفظي بداك الوليد ولا ديك البنيته اللي عطاك الله حتى توصليها لبر الامان ولا على الاقل شيء يكبر شي شويه يعرف هذه راه خطر وهذه راه مزيانه وهذه راه خايبه. مش من حقك انك تولديه وترميه او تولديه وتسمحي فيه او تخليه لباه الله لمرات الاب ابدا هذا الشيء ما يصير. ايوا نتمنى من الله اخوتي يرزق كل وحده واللي عندها شي وليدات تحتفظ عليهم واللي عنده اللي يحمد الله عندك بنت حمد الله عندك وليد حمد الله الله يعطاك الله حمدي اللي عطاك الله حمدي عليه الله بحال تيقولوا كاين شي حد اللي ما لقاهمش يا رب ويا رب اللهم رب عرش الكريم يرزق كل وحده نفسها في كلمة ماما يا رب. ونتمنى تدعيوا مع أخت نوارة وغيرها 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 الله لا يحرم حد الله لا يحرم حد من كلمة ماما أخوتي. ونتمنى هذا الكلمة اللي كنوجهها الأخوات يكون كلامي خفيف عليهم بأن راه صعيب 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 البنت أو الولد ينوض ولا ينوض من عسو ما يلقاش مو قدامه حيت انا مجربه كانت الوالده غير كتناقش مع الوالد كانت كتغضب سمعنا كانوا كيهزوا حويجات ويغضبوا حنا كنا ما كنلقاوش مرا كنا كنبغيو نهبلوا كنبغيو نحماقوا فلهذا ديري على قلبك اللي ضرك ضر الناس يعني إيه انت ما كتقدريش تفرقي مع امك كذلك ومثل اختي بحال قلت اختي في الله الحاجه اللي تضرك الا كنت مجربه بان شنو هي الام راه مهما يكون عندك شنو ما كان عندك راه داك واخا يكون عنده ما ادري شنو ما عنده داك الوليد راه ما كتجيش بحال مهمته راه الا نعستي وليدك في حضنك وكي قال هذاك وشديتي يدك وحطيتيها على راسو الدنيا وما فيها راح ماشي كنقولوا هذيك الكلمه الجنه تحت اقدام الامهات في نساء يستاهلوا هذه الكلمه في نساء ما يستاهلوها دوك اللي كيسمحوا في وليداتهم ويمشيو هذيك نقول لهم ما يستاهلوش هذه الكلمه هذه ويا ربي يا ربي يهدي الجميع ويهدينا كلنا يا رب وتكوني باذن تكوني اخوتي اخواتي باذن الله باذن واحد الاحد اي وحده عندها شي حاجه تحافظ عليه الوليدات كنز راه احسن من المال وحسن من كل شيء حافظوا عليهم وربيوهم مزيان الدريه يعني باش طلعوا الدريه صريحه باذن واحد الاحد واللي عندها شي حاجه الله يخليها لها والله لا يحرم شي حد من دانا وان شاء الله يجعل وليداتنا ووليداتكم دريه صالحه باذن واحد الاحد. نتمنى من رب عرش الكريم يرزق ربي نوارة وغيرها بذرية صالحة بإذن واحد الأحد. وما تنسوش أخوتي أخواتي
ديروا لايك، تشتركوا في القناة، يوصلكم كل جديد. ونتمنى من رب عرش الكريم يعطيكم ما تمنيتوا ويعطينا معكم يا رب. تهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.